شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في حفل افتتاح أكبر مركز لتصنيع الأقمار الصناعية في العالم، وفي حفل تدشين انطلاقة مركز تطبيقات ومراقبة عمليات الأقمار الصناعية، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من مؤسسة هونغ كونغ لتكنولوجيا الفضاء. ألقى الدكتور محمد العسيري كلمة خلال حفل الافتتاح أشاد فيها بالمستوى المتقدم التكنولوجيا الفضائية في هونغ كونغ، كما شارك العسيري في الزيارات الميدانية للمركزين واطلع عن كثب على مراحل التصميم والتصنيع والتجميع والاختبارات المتنوعة التي تطبق على الأقمار الصناعية قبل الإطلاق للفضاء. كما شملت الزيارة حضور عدد من الاجتماعات المتصلة بالتكنولوجيا الفضائية واجتماعات الأعمال، وذلك مع نخبة من قادة قطاع الفضاء من مختلف دول العالم، وبحث فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.